الآن. تواصل معكم في دفقنا الصباحي الحي. خلدت الولاية الشمالية ذكرى الراحلين الشاعرين مندقع علي الأسهري ومحمد مختار عبدون، وفي وسط أجواء جميلة سواء كان في فواصل الغنائية المختلفة أو المدايح بمشاركة الأسرة والفنانين والمعارف والأقرباء حتى. كان هذا التعبين بمنطقة سركمنتو بمحلية وادي حلفة، وأحظى حفل التعبين بمشاركة واسعة جدا من معارف الراحلين وأصدقائهما وأهل المنطقة في لوحة عبرت عن مكانة المحتفى بهما ومساهمتهما في مجال الفن والتاريخ والإبداع بصورة مختلفة. نشاهد هذا التقرير عن التعبين. مندق علي الأسهري ومحمد مختار عبدون قامتان في سماء الإبداع النوبي، رحلا عن هذه الدنيا وخلفا إرثا من الفن والحب في قرية سركمتو شمالا في حلفا، كان التداعي جميلا في إحياء ذكرى الرجلين، وهما ما يرتكز عليهما كل شعر للهوى والطبيعة، والحاضرون يشهدون على ذلك. فالحديث عن الحبيبين حقيقة بتخلي الزول يبكي رغم الزمن اللي بيبكينا، لكن ظروفنا الآن بتسمح لنا رغم البكاء نضحك لأننا هسع أحرار. ولعل إكساب المنطقة من الحسن وقارا كانا على العهد بهما يحلقان في جو من الجمال، وكعادة أهل المنطقة ذاقا طعم الغربة، وكانت الغربة بمرها وحلوها مزيجا من الإيقاع والشعر وحب ما عنا من عشق التراب والتكوين الأول لمنطقة وهبت الجميع مساحات من التعلق بأستار المكان. الفنان عندما يموت تبقى كلماته ويبقى عطاؤه وتبقى بصماته، لأن الكلمة الطيبة لا تموت، الكلمة الطيبة لا تموت، لأن عبيرها يفوح كلما لاحت ومرت بالخاطر. حنين المناطق كما هو حنين الكسر أو الطنبور في أبهى صور التباهي بفن المنطقة، شعرا يحسن الإقراض ساكنو هذه الديار. كانت المناسبة بتخليد ذكرى الراحلين مندق علي الأسهري ومحمد مختار عبدون كشاعرين لا يشق لهما غبار، كانت مساحة لتكريم ثلة من الذين أثروا الساحة غناء وشعرا وحبا من كل جانب. وهكذا سجلت المنطقة صفحة لتاريخ الرجلين، فكان التخليد وكان التكريم وكان العطاء دفاقا من حب من سكنوا في الدواخل وعمرا بالحب والجمال باحات المكان وثنايا الزمان. أحمد هلال الشروق، وادي حلفة، منطقة سركمتو.